رغم ان ازمة رغيف العيش انتهت في كل المحافظات، الا ان اكتر من 50,000 مواطن في قرية الرقة بيشتكوا من عدم تلبية احتياجاتهم من العيش المدعم. قرية الرقة اصبح رغيف العيش فيها حلم للغلابة. قرية الرقة الغربية واحدة من قرى مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، عدد سكانها بيتراوح ما بين 40 و 50 ألف نسمة. في الفترة الأخيرة أهالي القرية اعتصموا أمام بعض المخابز المغلقة بيطالبوا بحقهم في العيش المدعم وحل مشكلة الزحام في طوابير العيش لساعات طويلة. احنا عندنا المخابز هنا عددها 7 مخابز، يعتبر معطل منها 5 واللي شغال 2. والحكومة طالما قفلت الفران دي كانت المفروض توفر البديل. الزحمة كتيرة، كل فرن عليها يجي 1000 نفر. محدش بيعرف يجيب عيش خالص من الفران وبنتعطل، في اوقات بنروح البيت ما ناخدش عيش. انا عينيا بتوجعني، مرة اقوم ومرة اقع بالقفص في ايدي، ويا خدنا يا ما خدناش. طفل صغير مش لاقي ياكل، انا النهارده عيل شلته من وسط 50 نفر متبهدل خالص بسبب رغيف العيش. احنا طلبنا الوحيد ان رغيف العيش يتوفر. قالوا لي لازم تطلع السجل التجاري وامر الشغل والرخصه، كله ده معانا، المفروض وكيل الوزاره يشغلنا. فرني شغال 100%، ولا عليا محضر ولا عليا اي حاجه، ولا مسكوا اي حاجه عندي، وبطاقتي عنده كل حاجه. انا سببي اني انا واحد معاها بطايا اتمسك بها يجوا يوقفوا فرني انا. علشان نشوف كل زوايا المشكله قررنا نروح للمسؤولين ونسمع ردهم على شكاوى المواطنين. الرئه الغربيه فيها 9 مخابز، 9 مخابز في 5 منهم شغالين وفي 4 واقفين. 5 مخابز اللي شغالين حضرتك بينتجوا 109,328. عدد المستفيدين عندنا في قرية الرئة الغربية 12,468. لو قسمنا حضرتك هيطلع نصيب الفرد يتعدى 5، فمفيش عندنا مشاكل بالنسبة لنقص الخبز في الرئة الغربية. بعد ما رحنا القرية وسمعنا كلام المختص عن الأزمة أصبح عندنا وجهتين نظر، الأهالي بيقولوا في مشكلة والمسؤولين قالوا مفيش نقص عيش. السؤال هنا، هل توفير رغيف العيش بطريقة كريمة حق مشروع أم حلم من الصعب تحقيقه؟ زينب شبل، هنا العاصمة.